استمتع عشاق رياضة الكيك بوكسين بأمسية مميزة من النزالات، حيث تألق الأبطال المغاربة بأداء استثنائي، حيث حقق الأبطال انتصارات مدوية شملت تتويج البطل المغربي تيجان بستاتي بحزام غلوري للوزن الخفيف. ونجح بستاتي البالغ من العمر 23 سنة في إثبات تفوقه على الحلبة ليصبح أصغر بطل يحقق حزام الوزن الخفيف في تاريخ غلوري. كما تمكن المقاتل المغربي محمد هندوف من إنهاء النزال لصالحه بالضربة القاضية ضد المقاتل البرازيلي مانويل روبسون في واحدة من أصعب النزالات التي خاضها ابن مدينة بركان. أظهر محمد لياقة عالية وقوة خارقة مكنته من الفوز. عبر محمد عن سعادته الكبيرة بعد الفوز وعودته إلى النزالات بعد انقطاع دام لأكثر من سنة. كما تمكن المدمر المغربي محمد نزواري هميشة من سحق خصمه التركي بودات هودوك في نزال أقل ما يمكن وصفه بالرائع، حسمه بالضربة القاضية. كما لم ينجح المقاتل طارق خبابز من تجاوز عقبة المقاتل الكرواتي أنطونيو بلازبيل، فعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه إلا أنه لم يكن كافياً.